الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم امتنانه ونير برهانه ونوامي فضله وإحسانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا، ونستعين به استعانة راج لفضله مؤمل لنفعه معترف له بالطول مذعن له بالعمل والقول. وأشهد أن لا إله إلا الله كل شيء قائم به وخاشع له، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، من تكلم سمع نطقه ومن سكت علم سره، ومن عاش تكفل رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي كانت الرحمة مهجته والعدل شريعته والحب فطرته والسمو حرفته ومشكلات الناس عبادته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجسام وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، قبل أيام ودعنا شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، شهر الإحسان والقرآن، شهر القرب والرحمة، شهر الزلفى والتقوى. لقد شرع الصيام يا إخوة الإيمان لتقوية إرادة الإنسان على طاعة ربه، ولتنمية الإخلاص في قلبه، ولتمتين الصلة بخالقه، ولترسيخ معاني العبودية له. فلو أديت العبادات ومنها الصيام على النحو الذي أراده الله عز وجل لجعلت من المؤمن شخصية فذة إليها تنجذب النفوس وبها تتعلق الأبصار ومن نورها تهتدي القلوب. لو أديت العبادات على النحو الذي أراده الله عز وجل لجعلت من المؤمن رجلا نير الذهن والقلب معا، حاد البصر والبصيرة جميعا، تتعانق فكرته وعاطفته فلا تدري أيهما أسبق، صدق أدبه أم حسن معرفته، ولا تدري أيهما أروع، خصوبة نفسه الجياشة أم فطانة عقله اللماح. لو أديت العبادات على النحو الذي أراده الله عز وجل لجعلت المؤمن ذا أفق واسع ونظر حديد ومحاكمة سليمة، ولجعلته منغمسا في سعادة لا تقوى متع الأرض الحسية عن أن تصرفه عنها، لا تقوى متع الأرض الحسية أن تصرفه عنها، ولجعلته ذا أخلاق أصيلة لا تستطيع سبائك الذهب اللامعة ولا الضغوط المانعة أن تقوضها. أيها الإخوة الأكارم، المؤمن الحق
كما أراده الله أن يكون، كالجبل رسوخا، وكالصخر صلابة، وكالشمس ضياء، وكالبركان تدفقا، وكالبحر عمقا، وكالسماء صفاء، وكالربيع نضارة، وكالماء عذوبة، وكالعذراء حياء، وكالطفل وداعة. أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، لقد كان الصيام من أجل انتصار الإنسان على نفسه، كي يقودها نحو سعادتها الأبدية. فقد ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإن سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. أيها الإخوة، ليست البطولة أن ننتصر على النفس في رمضان ثم ننخذل أمامها بقية العام، ولكن البطولة أن نحافظ على هذا النصر على طول الدوران وتقلبات الزمان والمكان. ليست البطولة أن نضبط ألسنتنا في رمضان فننزهها عن الغيبة والنميمة وقول الزور، ثم نطلقها بعد رمضان إلى حيث الكذب والبهتان، ولكن البطولة أن تستقيم منا الألسنة وأن تصلح فينا القلوب ما دامت الأرواح في الأبدان. ليست البطولة أن نغض أبصارنا عن محارم الله وأن نضبط شهواتنا غير المشروعة في رمضان ثم نعود إلى ما كنا عليه بعد رمضان. إنا إذن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ولكن البطولة أن تصوم جوارحنا عن كل معصية في رمضان وبعد رمضان، فلا تفطر حتى تلقى الواحد الديان. ليست البطولة أن نتحرى الحلال في رمضان خوفا من أن يرد علينا صيامنا ثم نتهاون في تحريه بعد رمضان على أنه عادة من عوائدنا ونمط شائع من سلوكنا، ولكن البطولة أن يكون الورع مبدأ ثابتا وسلوكا مستمرا. ليست البطولة أن نبتعد عن المجالس التي لا ترضي الله إكراما بشهر رمضان ثم نعود إليها وكأن الله ليس لنا بالمرصاد بقية الشهور والأعوام. ليست البطولة أن نراقب الله في أداء واجباتنا وأعمالنا ما دمنا صائمين، فإذا ودعنا شهر الصيام آثرنا حظوظ أنفسنا على أمانة أعمالنا وواجباتنا. أيها الإخوة الأكارم، حضورا ومستمعين، مثل هذا الإنسان لم يفقه حقيقة الصيام ولم يفقه جوهر الإسلام. إنه كالناقة عقلها أهلها ثم أطلقوها فلا تدري لما عقلت ولا لما أطلقت، لا يدري لما صام ولا لما أفطر. إخوة الإيمان في دنيا العروبة والإسلام، ومع أن شهر رمضان شهر التوبة والغفران، لكن هذا لا يعني أن التوبة مقصورة عليه محصورة فيه، بل إن أبواب التوبة مفتحة على مصاريعها في كل أشهر العام. كيف لا؟ والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنه جل وعلا يدعو المسرفين إلى التوبة، فكيف بالمقتصدين؟ كيف لا أيها الإخوة؟ والحق جل وعلا يقول في كتابه العزيز:
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. والتوبة النصوح كما قال بعض العلماء الندم بالقلب والاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب. كيف لا؟ وفي الحديث القدسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه شرط واحد ألا تشرك به. كيف لا؟ والله أفرح بتوبة التائب من الظمآن الوارد ومن العقيم الوالد ومن الضال الواجد. فمن تاب إلى الله توبة نصوحا أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، رواه أبو العباس الهمذاني مرسلا. كيف لا؟ والحق جل وعلا يقول في الحديث القدسي أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب، رواه البيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه.